وجدت السعادة في مصحفي وعيني تطالع في الأحرف. سيبقى القريب إلى خاطري وفي كل وقت به أحتفي وإن شب في صدري نار اللظى فأتله سرعان ما تنطفي. وقد بعت كل الحياة به وإن جد أمر أتى مسعفي وكم يصطفي الله عبدا به ويورث بالذكر من يصطفي. يرتل في الصبح آياته وفي الليل يبقى الصديق الوفي وقد عظم الله من شأنه كذا جاء في أول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد marka hore daahitaanka yar ee nagu yimidanka uur daaranayna insha Allah ta'ala soo dhawaada xafladii barnaamijkii lagu balansanaa ayaan intaas u gudagalayna insha Allah ta'ala. Xafladda maanta halkan aan u balansanahay waxay ku saabsan tahay arday ayaa la ijaazeynaya oo quraanka Ilaah subhanahu ta'ala ku qaadanaya sanad, waxayna ardayda qaadan doonaan riwaayada Hafs an Aasim iyo riwaayada Qaanun iyo matn al-jazariya wa tuhfa ayaa lagu ijaazeynaya ardaydii mudatay sheekha waqtiga laga qaadatay ee ka faa'iideysatay insha Allah ta'ala. Barnaamijkan waxa noogu socon doona sida soo socoto maxay ahayd waana soo gaabinayna bi'idni Allah ta'ala. Waxaan ku bilaabaynaa ardayga koowaad inuu aayada quraan ah noogu furfuro. Falay tafadal mashkuran ma'juran ardayga la yiraahdo maxamed mukhtar maxamed. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا ولا هذه القراءة الطيبة. هذا ونقصي سعوننا إله سبحانه وتعالى نقفك صاحب القرآن كأقيمة يمزية خاصة أي أسمي وحنا شرف وقفل النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم إنه صاحب القرآن كإنه كشي خمس مراتب ولصاحب القرآن وليه شرف أنت أي أقفل شنت هذا سي فرض أن أدر المراء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة كوباد الشفاعة الرفعة الصحبة الخيرية الأهلية ودمان حديثنا صلى الله عليه وسلم كتل مامي تنكوبات والنبي صلى الله عليه وسلم وكان بها يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرية قرآنك صوت أمالين تقيام والشفاعة يا صاحبك إذاك كل رغم جرى أخر جرى مد الله بعد الرفعة إله سبحانه وتعالى يقصر مرين يقفك صاحب القرآنك وحال الله يا مالين تقيام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حال وضع يقفك صاحب القرآن كآخر القرآن كأكر وآخر القرآن كأكر أدونك من خدوة أكر لدي جرت والتجويد انجرت سويت أبوس كالي أهلك أدقي سوى أعيد أقود من يسود أخر ناس سوى كالات الصحبة نبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قفك ماهر خطر القرآن كوفي عن قارية الملائكة ونكسنا السفرة الكرام البررة أي معود أهانية الخيرية نبي صلى الله عليه وسلم وحكى سبن خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحكوا خير بنا نقفك القرآن كبرته ذات كان سيد براء الرسالة قلت الأهلية سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله أهل القرآن أهل الله وخاصته شرف وحقوف لهم نكدتك أهل القرآن أحاديثة فرها بدنا يكسو أرارتي يشنطا مرتوين. هذا إن شاء الله تعالى نحن كل جينا كلمات سودوينة وأخرنا الشيخ الطالب إدريس مختار فارح فليتفضل مشكورا معجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الفضل والإحسان أنعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد وأعظمها نعمة القرآن وأنزل كتابه وحفظه من الزيادة والنقص وسهل حفظه وصلى الله على نبينا محمد المؤيد بمعجزة القرآن وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ضيوفنا الأكارم نرحب بكم جميعا باسمي وباسم طلاب المجازين برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يد الشيخ المقري عيدروس عبد الله آدم حفظه الله ورعاه. نرحب بكم في مقر مركز دار العلوم قسم القراءات والإجازات بالسند ونرحب بكل شخص بمنزلته ومنسبه ومكانته
التي شاركه معنا في هذا الحفل ضيوفنا الأكارم. أحييكم بتحية من القلب يطيب شلاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة، تحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ضيوفنا الأكارم، أهديكم سلاما، لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر لكفتها عطرا. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم بالله ذي الآلاء. أهلا بحفل فرحة وهدوء، أهلا بقوم صالحين ذوي التقى، غر الوجوه وزينة كل ملاء، ومداد ما تجري به أقلامه أزكى وأظهر من دم الشهداء. يا طالب علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله ويعلمكم الله. أيها الضيوف، نقول لكم نزلتم أهلا ووطأتم سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ضيوفنا الأكارم، نتشرف اليوم بحضوركم معنا في هذا الحفل المبارك، حفل تخرج كوكبة من طلاب مركز دار العلوم التعليم قسم القراءات والإجازات بالسند. ضيوفنا الأكارم، لا نعلم كيف نشكركم، لا نعلم كيف نشكركم لحضور حفلنا السعيدة وتلبية دعواتنا، ولكن سيظل حضوركم فخر مدى العمر. ولو علمت الدار لمن زارها فرحت واستبشرت وأنشدت باللسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. شكرا لكم باستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخة. أما أرضي قاكوها اللي ترى كلمة ترحيل كسوجي دي، جزاك الله عنا خيرا. هذا إن شاء الله تعالى وحنكو حجينا إلى نموذج من بعض الطلبة المجازين من قراءة متن الشاطبية والجزرية والتحفة. وحنكوصل وين يا ميكروفونك إنه أرضي قال لي لها مجلسة الشيخ عمر فاروق أحمد، ونو أخرين دونا قراءة متن حرز الأماني ووجه التهاني المعروف متن الشاطبية، فليتفضل مشكورا مأجورا. متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني للقراءات السبع من نظم إمام القرواء وحجة المقرئين القاسم بن فروه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي، المتوفى سنة 590 هجرية. قال ناظم رحمه الله تعالى: سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين الضم وثقلا، وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا، وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا، وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم، وكسر وعن كل يمل له أنجلا، وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا، وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا، ويقبل لولا أن دون حاجز وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم
جليل عن الدوري مختلسا جلا وفيها وفي العراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظللا وذكر هنا أصلا وللشام أنثوا وعن نافع معه في العراف والصلاة وجمعا وفردا في النبي وفي النبو أتى الهمز كل غير نافع بدلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي جاء شدد مبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكين فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا تعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنيه الباقون واحسن مقولا وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرى في أسرى وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خفف وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعا همزة مكسورة سحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. بارك الله فيك الشيخ سوجي دي مثل الشاطبية بارك الله فيه. حدنا وحنا وحيد إن شاء الله تعالى أرضي قليلها محمد الشيخ محمد محمود قليت وآخرين دولة مثل الجزرية فليتفضل مشكورا مأجورا حنقات سنة يا وقتي يسير الآن إلى النوع المسوق أبي إن شاء الله تعالى. أولا تقبلوا مني تحية معطرة بالياسمين تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا تحية لو نزلت إلى الأرض لزلزلتها تحية أهل السماء والأرض ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية المباركة وقفت أمامكم اليوم المبارك لأقدم إليكم منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم الإمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف ابن الجزري. باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا ريابة من بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات فرققا مستفرا من أحرفي وحاجرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولد والميم من مخمسة ومن مرض وباء برق باطل بهم به واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر رضوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن
سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص وحط الحق والسين مستقيم يسطو يسقو. شكرا لكم على حسن استماعكم. هذا لو حكوا شيء أردق ليرها خالد عبد الرحمن وردير وآخرنا يمتن تحفة الأطفال، فليتفضل مشكورا مأجورا الشيخ خالد. السلام عليكم. قال الناظم سليمان بن حسين بن محمد الجمزور رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور دون سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بارك الله فيكم. حضروا حكم حجرنا إن شاء الله تعالى قراءة الطالب الشيخ عبد الوهاب قرد بقنع وآخرنا رواية قالون عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الشيخ عبد الوهاب لا أبرك يا شيخ يا دمان يا شيخي سواء وحلو آخرنا يا شيخ رواية قالون عن نافع رواية البلد كوحاويان ضلك ليبيا. أنا رواة البلد وحنو حفص عن عاصم صلة ميم الجمع أيكم يا إمام قالون وجهي كم وأخرنا يا مركا وفقوا حلاقيها وحلاقيها وإنو ده قرآن كي قرآن كلامي ونقده. أنا أنت بدل الروايات كنا ميسو قارن لكن هذا نيروبي يومقد الشيء دمان قبل الله الصومالي يدق ديوا إلى جيك جيغا وحاوي برامج كي قراءات كي خير كي ما شاء الله أدبو وصبتي رقار سنو ينسو قارن ما شاء الله وهذا قراءات كي والأخرنا يا والبرنا يا بارك الله فيكم وفي شيوخكم وعلمائكم. حضر إن شاء الله تعالى وحنكم حجرنا قراءة الطالب الشيخ بشار إسحاق ربو فليتفضل مشكورا مأجورا. وحن أخرنا رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم
أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله فيك في هذه القراءة الطيبة النيرة. نرى يعني إتقان الطلبة ومن وراء ذلك شيخ متقن. أرضي هذه محاية هذه ومعلم شيخ أذك هذا سكدم بين أرضي أذك مصر وضحية سيدا درتد معلمين ما شاء الله تبارك الرحمن شيخ رجع قرآن كل خدو الأخرين بارك الله فيه في ضلالته يعني هل غفى إذي سعلماء معلمين تيرجع الشيخ خبري يعني إتقان كل هذا القرآن قصي أصوه يعني تجويد كيسا والأركسان ومرغات بان كوضنا إن شاء الله تعالى هذا نوح أقول قلينا كلمات الضيوف أن علماء يا خيارتي وضياشة نلجوا يعني إن شاء الله تعالى أن قصوا ديوننا شيخ الكوباد أن قصوا ديوننا إن شاء الله تعالى كلمة الشيخ الدكتور بشير العباد فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. معاشر الإخوة انت كدير إلهي بام هديس كاله مهدو لنا سيغي وسغناتي الله مناسبة إما إذن إن وكل مئي إلهي باكم حسن سبحانه وتعالى مائدة كتاب الله عز وجل إلهي نحوج سننا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سوهل كان إنو كل مئي إلهي فردوسها إنو كل مئي ذنبينا إكي والدكينا إلهي هلا فخاتمو ونكسنا إلهي إنو ختمو ولا زال شكرا موصولا مركز كان دار العلوم المانتا رنهانتي المرتدى ونهي رنهانتي آدي آد بي أمه سيهين إلهي هبركيو مع منصوبها نمان وهو الرئيه وعلى رأسهم فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه الشيخ عبد الرحمن ورنيرة إلهي حفظه ما شاء الله تبارك الله أنت منبع العلم أيون مغلي مركز كان ما شاء الله تبارك أكثر من مرة ينصح هذا يعني الله أنت وحاك الصعود وحعادي معه يعني واسم على مسمى مع عوامها ودار العلوم وفعلا حاورنكرا بدون أي مجاملة واسم على مسمى إلهي محمد غبرينا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جهودا يا مساعدا ومدى أهيان إلهي ميزان كوضا آخرها وكبه كوى أمدى وحكسو كريانا إلهي وغره مرحا سمان ثمان لإك أبراهيم بابين كوى قطان إلهي وغره سبحانه وتعالى ثالثا محمد غبرينا يا أرضي ذا المهنسي حفلة المانثة اللوسمي
قراءاتك كتخصصي نوعية كلا دوان الله أنت وحليها هنيئا لكم هنيئا لكم بليها ما شاء الله تبارك وفعلا واحد نسكوه تهنية نسكوها مليويا وأن نعوينك هذا قبلك كسكر لي ورمهان في أن إلهي أوشه الله سبحانه وتعالى أنا ما نسو قارن فعلا ما نسو قارن ملكا إن قراءاتك والسنة كورت ما أنت قبلك الوقاضرها ما شاء الله تبارك رمهان في حيالها نسكر لي بك المنتحي وأن إلهي أن أوشه الله سبحانه وتعالى أرضينا السعودية تكتئ نصيب وحش بقراءات سوق عندي رواية هر ما أنت إلهي محق ذري مقالة جميع أطرافها إلا يقالنها مركا أرضينا أصلا حين الله هي في مهانسي أكبر النعمة بعد الإسلام بإلهي إلي هذه إلهي إبرا كشبريا إلهي إبرا كشبريا في مهانسي آدي آدبر مهانسي أن أولها مليننا أبتهنين هنا شيخ مقرق حفظه الله ورعاه أسألنا وحلينا أن مكة المامي ندعى إلهي الميزان في سآخرها أو كبو ولا لأل الله إلا بركيه قراءاتك ما سهلنا ما سهلنا هل أن أرى لها هل وأن أرى لها يعني أرضينا أن ما شاء الله تبارك وحليا وتولي فينا آذن وحق أبحان وقراءاتك هل كان إفقاتين هذه قانون تهي هذا من عيسى تهي أي كل طبقا وحليا تولينك إلى آد إلى قرب سلام واحد أكر واحد أكر القرآن كما البدلب إيه إلى هذا هذا قارس إلى حد والله أخذ فرع جميع القراءات بحيانا ولا لقف سنة ولا لقف سنة ما شاء الله تبارك نيروبي قارس هذا بقارين كوينها لكن تولينك بلا يا كد عذي والقرآن كما البدلب مرتا ولا يا بيني بروس وقتا وياش مركب الانت الوعي وكجرى تولينك كجرى حوغا عكت ويرديك وقرى ذي اللي يقاني معروف كهد وأخري أنت وين مهنا؟ بل أنت لقته بعينا وأجن يك لقب صندونا إن شاء الله تعالى أنت وين مهنا؟ ما كمل ليال المهندسي والمدير بفرنده حالي لي حضرك كلمتين دقيقتين وثلاثة مركع قراءاتك وحيالها إلهي أن وفقنا إنا يكملتها كما أسلفت حي لي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالحوي من هشام وقراء أخناه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرر وأخرنا يا الله محمد بكل الأخير صلوات الله وسلامه عليه لكن عمر قرر مين قال عمر قال بود بشري وقرب شري منك وقرر وأيد معين إبوه وأكابي مر الله لمرك كفار قيب ويري من أين أتيت هذه القراءة وهشام مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم أغرأيها نبي محمد بود الأخير كذبت كبير عمر وقال لي سلام وما أدراكم عمر ها مركز مرضي يقوي بكسو كسو قفت أصو ساقوا ذو قامنها وتقام تغنها يقول له محمد أقي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله استمعوا لي فشان وكو سمعنا فيه قال ولي أنا وأنا كان مغلب المال فلا يمت ما يقول بكويري صلوات الله والسلام عليه عمر أرسله اسكسي دابا لنك سيدا أرد إلى صاصوا هو سيدا ويري وسيدا مركز سوري نبي عليه الصلاة والسلام يا هشام اقرأ يا صوت الفرقان مركز سوري نبي الأخير هشام رضي الله تعالى عنه وارضاه مركز سوري نبي الحويري هكذا أنزلت ها ساسي بسو دكتي مركز سوري نبي الحويري عمر اقرأ عمر وعلينا بالأخير عمر هذا نوى أخري صلوات الله وسلامه عليه مركز سوري نبي الحويري هكذا أنزلت عمر نوى أقرأ هشام لو أقرأ صلوات الله وسلامه عليه مركز النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه ما شاء الله تبارك مركز الله لأن الله يبركه وأن نقول في نصف قرضي قراءاتك إنه ما في مهانسي آدي آدي محوها الله برت آدي آدي وفي عنتها إلهي هاي نبركه إنت أكبر نصف غير كرم الله وما شفر له وأن همبل يتهني يدعويان إلهي هاي نحفظ أينما كنتم علمي لنا من مضى أنفع إلهي هكذا إلهي محمد سننا سبحانه وتعالى أن يرضغنا الإخلاص في القول والعمل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وندع وعدي عن إله سبحانه وتعالى أنه أنفع بارك الله في الشيخ وفي ويجعل في ميزان حسناته هذا إن شاء الله تعالى كالمد حكتب حكم الجنية الشيخ عمر أحمد فليتفضل مشكورا مأجورا يعني إن شاء الله هذا لصوقها بدقيقة أو ثلاثة الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنما العلين إلى مركة كوبات نو نعمي نعموين كتير هذا بدن سكوكا يكيني ميل كتاب كيسي ربي سبحانه وتعالى أول وحسيه مركز كندار العلوم روق قيبات بوها قيب مساجد كأي قيب هلكنا أنا أردني ورب مساجد كان كجري تيم كنا وهل كنا وكل كوه كلا صاحب بغية ونوك لدوانا ميلا وحلوه برمية وحبر شيء عن كامل إسنين كلمة سدح قيبات أي كسو كوبي قيب معلن كأي كو جهنتهاي قيبنا أردني كو جهنتهاي قيبنا مركز كأي مامل كي علماء أي كو جهنتهاي معلن كأي وحان كبرى بجينا يا نودر دارما يا مركة كوبات وحدتك وبريو وكتابك إلهي يقرأوا إن كيسي كسو الدقيقة لغو آخر نيو وحودر دارما يا إخلاص يا عمل كيسة إن وهذا عمل وبر احترام ربي سبحانه وتعالى قرآن كان أمبرانينا أما أنزلك برينو ربي سبحانه وتعالى كتاب كيسو وحفيني هاي هو مضمون دتك كون انتفاعي وانا لا هدي عندك وانا وقعد منا نبي عليه السلام حويري وحال أورانا يا صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وحال لي يا قرآن كآخر كنظة نفول درجة كنظة كل هذا الحيوكيك تهي آيات ودن بيسا الآخر هدنا لنعك للنبي عليه السلام حوليه dad kana arta lugu urinaya maalinta qiyaamo waa saddex qof waxa ku jira nin quraanka yaqaanay dadkana bari jiray waa loo yeeray waxa loo dhanaya maxaa ku qabtay quraanka tuhaadani quraanka markii koowaad ilaahay u dartaa aanu bartay dadkiina waan sii baray waxa loo beenaalaato waxa loo beenaalaato waxa loo leeyay wuxuu leeyahay quraanka dartaa adiga dartaa ma ilaahay uu akhriyay taasaa lagu beeninayaayo حالوران يا قرآن كان أني درتي وما هذا آخرين حالو آخرين اللي يرابوه بالواقاري قرآن كسفي عنه يقانه أدونك انت أدوكتين والويله ما انت لكن هل كان على جواه وحوكو ترميسه لواها لقبنا يا وچي أدونك لوچي يا نار تالو توريا والعياذ بالله نيكا أهل القرآن بواها محاكا هلوذ نيالة بساكا هلوذ نيالة كرية أياكا هلوذ بالحير قرآن كان سيفي عنو أخي وهلو يرى ضدك وقاري وضدك هكا أمانان وهكا دبدا عن ما دام يلي أهل الإلهي هضا أيوكي هاي وغير رب سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشرك هدي العمل سميسو ربنا أدعي دلو وذاجسو ولا يأمبه نعمل فاغوا أكاقتك إياه ركما عنك حاضر دار ما ياه شغلا يا عمل كنوها يوه إن در إلهي أي نقطة وإخلاص ربي سبحانه وتعالى كبر يا إن بلن إن كور زاق قالوا بك لبعض أن در دار مي وحاوي أردد القرآن كأدبر إيسو قيبت أداغ ها هاتو أما قيبت فرش الحروف كها هاتو منها أو أبيولنها أو حريسان أردي أن إتقانن إلهي ملوثن القرآن كبد الأخرية إجازة حسينة منك إجازة سينيسو من آل هبسي أداويسة يحروف تفرشي هذا من أوصغي ومتقن أويهي منك أوكلي إجازة سي وحبا أردنا إني كود الدجيان ودعان شيخ سند يجو إجازة هل سنة مركان كو أخرها كيالي سند كان مركو أخريو قرآن كو أخرو بمايو حدا دو عرق تأذية تغيين كألقي ميسي إنونا أقل من إنا الإجازة سيسو نين كان سند بوكولة جو قرآن كو كوسو أخر ماي وحبا عدين حتى راباني هو هوش على سيدي اللي في موها متوسنا سند كلا قرآن كسو أخر هدي وقفك بأنت قرآن كإلهي إنو برتأي تاي ديب أمو أركايا وسو أخر نايا hadii uu kala hadlay marka hore uu rabayo intuu hoogsado baawar inuu tagana uu iska tagayaa fil akhir waxaa ku soo hadhi dad saafi ah oo quraankana si fiican u bartay
أذيغنا نفت هذا أي كفر أحده وجهدي آد جليسي وقصه مغضه أيغنا أكون انتفاعه وأمده بره وسي بره انت إيسي ولا نبدأ أجرك إلى آل هشه أي أساس عليسا أردده وحان ليه هاي ولي ألف باتوكتان بما أنت قراءة حفص الذين جازين قراءة عاصم الذين جازين كل قراءة نافع نقالون بالآخر يا نبدأ أم لينا إني ورشة عن نافع دي منتها أبلنتها إيه ولي ألف كيف أجوكتان وبلو باتهم حالي ذلك باهاي هاي إن الدلاشان إلى القراءات كربا ما يسترتان أي ألي ذلك باهاي هاي مركز كي يمامولك وحانود الدار ميا معلنك إني نسيدين وجود بدن أي كبحيان سو مركز كي أوسي توي لها دلال بدن أوسي بحن لها مرغة أركض حالي يا أبا معلنك إني لنكسي سبتو لذين كقاتو وحالقي أبا إن حتى لوشي وطقال أهان وحا أدهن إساني سابونتا إن كان بغن بوري إيا قاري إيا وحكا لالغو قدر إن لبهو أيالقي أبا مركا إنت الدلال كينية كران كينا وحاور الله معلنك يعني سيدين جلباها لو آسو سيدي داد وقصو ساري لها ننكس لغا فرحانا حالقا لشقيو بارك الله فيكم وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في الشيخ عمر على هذه الكلمة الطيبة وهذه النصيحات والتوجيهات هذه النصيحة والتوجيهات بارك الله فيه. إن شاء الله تعالى هدنا وحكوشيكو فضيلة الشيخ عثمان مدير مركز إمام الشاطبي فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحصو. علماء ذي بجوكته النصائح يوح الله وحيك سابسنا توجيه يا نسيسي الله بارك يا علماء ذينا جزاهم الله عنا كل خير. مناسبة كل يالقة حفلة دائية فرحة دائرتا صاحبة إلى النار تكلقي بقلة وبقر شاها أدياد الله بارك يا دردارنك سينا يوحيت هاي رقاس مانتا قادنا يو جازة القرآن الكريم كا رواية حفصة نقطة رواية قالونها نقطة علمي دانو علمي قدوين قيبتيسة رواية ده وحلقاقة ده هي هاي إنها تكودو الأخرى سدوح فرق بضن علماء متقلين تا ومشافة تناد وقادتت إيا لقاقة ده هي هاي أمرت هل شيخ أتكو كافتومين لو شيخنا أتكو كافتومين سدح شيخنا أتكو كافتومين إيه أنت نولش هذا مارت وحوي نفتي كوجر تكار دعاقيسو إن عد كستا أتكو دول أخرديت أمرت قيبت أدها كوفي عن جناح كلا وأرد يقى طالب علمي وكنار من وحوي هي أسرنا قيبت كرد دلائي ذا وأقواش علماء يمارت وحي قراءات كوجري تاسنا وحضو باهن تهي اطلاع فرد بغن إن الكتب تقراءات كأد أخرسيت هذا يتجويد ويوحى ما أرتي الكساب صنة أيضا كتب التجويد أد أخرسيت اطلاع فرد بغن بغضو باهن تهي انتان كومة في الله وحان ساس كل ما أرتي ربي سبحانه وتعالى وحلوه مهل عليا بري وروحا جري جري يعني أردير ودكس كجر قرآن كبرته يمعلم بره لكن حق قرآن كتب كلا ولا خسن جري مجرين ما أرتي معلمين سوى سعصده وما ارتقرات كسي برته وما سنيها قرآن كي حقيبت أديه اسكسي السوق ما أنت مركا معلمين هذي ما ارتوحي قرآن كسي كررسانيان ومشايخ ذي كدو الأخرانيان ووح ما ارت أدي أد لوغ فرحة انتا كدي بحان ما ارت ربي سبحانه وتعالى كويد سنينا نعمال النيوس جوكتي شيخي أرددي سنو بركيه والمحسنتي جزاكم الله عنا كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الشيخ. هذا إن شاء الله تعالى الشيخ الوالد الدكتور عبد الرحمن ورطير أسوق وقصو قلون دورنا إن شاء الله ولماذا كلا نكهر مرنينا وحن قصو دوينا يا هدنا الشيخ خليف عبد الله مدير مركز أم القرى فليتفضل المشكور المأجور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ومن يسمى لي الحي ترى محاد من الله أضام وقعنا لما الله مهد الله أولو مدى مركوية دميين وحانا قدر لها أرد الله أرد إلهي أذين بركيه
هاي لي ومدة ما أنت جوت أتذكر أقول في عن باتين في عندي درس الشهادة سنة محمد بعدين سيجي خيركم من تعلم القرآن وعلمه مركا دتك أقول في عن باتين وتتا وقادة نيجا نكشفه عيد نكفي عن مجرته مركا حاجة قراءات كي رقبة كهذين علوم القرآن كعلوم على الأدب أو بالعلم جي كما عندي لا هكذا اللي جرى تهين وقت بدن والهيستين القرآن كعلوم تصدن كده ذالة تفسير كيسا كم ده سيدوك القرآن سادو فهم لهذين لغات كيسا ده نحو ده الصرفية هي مفردات وحال اللغة العربية هي بلاغات وبرتا وقت سي أيضا القرآن كفهم يسين وايدين هم بلعينيها مركز كان تار العمرون رمت خير بضن يوم عارت المربضنا كمختان إلينا حنقبني سبحانه وتعالى شيخ معرفة يقول لي رجع معرفة لا سعودان وما نعرفهم كسر شقيين إلهي بركيو عمري جيسنا الله بركيو الله ينور داريو كنت أدعو على وقفة ديستي مركا إنت صنيه لو بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. كلمة الوالد الشيخ عبد الكريم دقيقتين أو ثلاث إنه كسر قابي إن شاء الله فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ضمان ما صلى يا علماء نشفى له أهل القرآن كعلمين ذكر خيارتك صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام إن شاء الله تعالى وحبنا الله الشيء إن شاء الله تعالى أنا ما أرتي هو الفكر دي إذا أنقدره وأعرف إن شاء الله تعالى لو كل القرآن كفل لي سوال شيء آخر إنه وقفك الدرجة أسر رئيسة وتجد أن وقفك مع القرآن كو عمل فلي مركا سلوك لي أدوك أن وقفك أهل القرآن كو شرفي هاي ومعرفتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام مركي معرفتي نافع بن عبد الحارث وقلقهم المقالة عصفان والمقالة دي معرفتي مكايا عوصة تكتي وفي رنين منها عوصة تكتي مولى من موالينا تصل معناها ما تنايها حورايني وإني أفزل لده مركاسو مارتي وحيري ما تدكي قريش يضمان تمارتي من الحوارتي من مارتي عديدة والحورايي مركاسو مارتي وفودها مارتي نكان وعنين مارتي وحافظ قرانا وأهل قرانا قاري بكتاب الله لكتاب الله عالم بالفرائد إن الفرائد اللي يقانه مركا عثمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي وحوي هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع هذا الكتاب قواما ويضع به آخرين إلهي دونكم منها منها ليتي أي كتاب إلهي كسر مرنا يا مرتي تنا خص بقول يا مرتي مركا وارف ليك هسمعتي وشرف كل شيء كتابك إلهي مركا آخر بس معها تلك أهل القرآن كأدوكنا شرف بيليهم حارب إن شاء الله تعالى إن أقدره وحد أرضي ما أعطي المشكلة قبل الجلسي افتاح علم إياد هالشيء مركة هايستيانينا علم الشروع ده شرعي بره إنه شرعي بره وره الصوماري وره وحال ديه شرعي ممكن وعما علم ودوس بلغة كان هو الشيخ وإنه مركة ما تقفت القرآن في الآن وما أعطي معلم كان هو الشيخ الشيخ ما أعطي له يدوس العلم بمارك مرك القرآن ك ذلك بدن مارت القرآن كي قاله وحرقنا مارت علم الشرع يا بريطان ومارت حديث كي وفقه كي وذلك بدن فقه فضون كرو القرآن بس عشان هذا المجال مارت الشيء عند موسي ومارت تلفون وادرا مارت المطوري لا لا بتشوف والله مارت لا ما بفضل حشي بس أنا اللي وشواب علينا معنا دوسي بعطاي مرك علم يا هالوضر الشرع يا مارت ما هي سهولة في عبارة المادية بلن كيمستري إنجليش فيزيكس بيولوجي كسواهيلي ماتماتكس مركا هل ميل بس أقول كان مارت تاسع ليلة مارتي لو تلاواد وحان مارتي إن كل دار منها تفسير القرآن كان البرتان وتفسير كقرآن بس أسكاخرين عيد القرآن كلا يشعان سورة بقرة كله هاي ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية ولما بدنا مفسرين تحكوا فسرين لا يعلم الكتاب إلا تلاوة وقراءة وهي مارت إذا ألقى في إذا
ألقى في أمنيته ألقى في أمنيته الشيطان عيدة في أمنيته على في تلاوته يلوه في سلامته مركا قرآن كي مركا حالها تفسير كيسان لبرته تفسير كذي لبرتنا وحا إيماني سمركا معنيه مارتنا فهته وخشعي الله كعبسي قلبه وقال مارتي مركا قرآن مارتي ومارتي وحنقضى مارتي إن شاء الله إن قفت مارتي معلمات في سورة قلتها حفظ رواية حفظ عن عاصم أكم قبرته إن مارتي ومارتي قدرة تفسير كي تفسير كي مارتي أود للسعره ومارتي تفسير كي إجاسي اللي اسقدره مارتي قرآن كي مارتي لفته سمارتي يحمل الأسفار دمير معناه في المغرية كتاب بحم برسم عيسى عن قريرين هدو تلقى نحن مياله وسمانيا سوى حافل القرآن مرك هذا العلمات وحيقوا أمين ببضنا إن منها قفت كتب التفسير تأه ومارتي ما توالف في موبايل كاس مارتي خلا بان بالسوق لي الباحث القرآن يا كتشرو كتبت المدولات كتبت مارتي وتفسيرك كل مختصرات كتبت مارتي مركا قفك هدو مارتي رايت حفظ عن عاصم برتو وتفسير كريم معنى هذا لو يقانو وكو عمل فلاي وكف اللي بدي هاي قفك عشر قرآن يقانو معنى هذا عن قرنين مارتي مركا ورأرد كفرا بلنس كدافة معنى قرآن كتبت معنى هيسا يتفسير كيسا قلبي من حق على مارتي تكلم مارتي عن قدر الرواحة ويبالك عن موبايلك اللي راهو وحاوي وقت يدك وكدل مارتي مركز اسكيل عليه باركاس بموبايلك ومارت هذا نقول حافي قران باتاني اشاهك بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا سيحلو هذيك اللي ساعة دور ساعة كو قاري مارت الموبايل وحا مارت ربا كو جيتا فيسبوك مارت إلا لله أهلينا سيكون قريسة مارت إلهي وحاوصونا ذي أهلينا من الناس يا أصونا ذي مارت من مكلي لو يدينا مارت أهل القرآن بن صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وأهل الله وخاصته يعني يرفعون القرآن قف ما موبايل ما أنت بل ما تقولينا يا مارتي وفيسبوك يا مارتي تيك توك يا بلاي كوتشيو وأبيك تدوس على من الجارة يا مارتي مركا إن شاء الله بارك الله الله ده يعلمه كتابك إلهي مارك موبايلك وحلو يفا إذا استا علم بقية وح كوتشيو الدين تبرتها ومارت خيرك كفا إذا استا وحاوي هذا رتو منها وبيرا من أتكو قرتو حديثك وقصة بحية اللي في دقيسي هذا يوتيوب كقرتنا علماء عرفتوا آخر نساء قصة بحيس من كستان مارتي نطقي من كستان آخر قراءة والبركة علمي مارتي مرك إن شاء الله تعالى بحرك على سكي قابي مارتي تنقضن بي سحر إن شاء الله مرك منها أنا علماء إلى مارتي ومارتي دين إلهي ورت تفسيرك إيه مارتي إيه قرآنك إيه علمي وشرع إيه قرآنك إلا كان سر ما بأحبه وعن عاهد إلا قبل الله تفسيرك إيه قراءة أنا مربع حالش نجد من إرادة بين عدو الله ومحرسته وحو مارتي الصراحة يهر وحاجل جثة معلمة قرآن كاجل جثتي أنت خلنا علمي كان لبرنتي مارتي مرك إن علمي مارتي أنا لوود داره أو مدارس هي مارت القرآن كتفسير كلا قبل الله مارت هي القرآن كأي الله كلا قد قيلوا حاجة القرآن بالو برتاع هي تفسير أنت لما حديث بالو برتاع حلا قطع في مارت تاس بارك الله فيكم مدة كلا ده الشقيس تنا غلا ومارت هي عثمان النعفان أنفع الناس ترك أنفع بريت مارت أقول لك أنا دوسي بس على فرتي أرد يركو وعك قادنا يس مارت لكن يس مارت أنا مارت أو مارت مرك الله عك في عنها شو دوسي هكذا شو قال سجلي مارت مدة سلام كأوقف على بريت مارت إن بسفر دكان فر وحاوي مارتي على بكرة وحولات فر وحاوي إن عالمه مارتين في قانون أهل ورانا ومدي أفعي وحصد قيسنا يوه أنا أقول لكن سادة وحدوانة سا نال أرض يا هاي استمر أرض يبري مكلا قلت يدوس قلنا معنى كلا ده قال ما هي مهار دي وقاعد مارتي ما أتوقع ما تكوش اللي سكوت قال مارتي مرك مارتي إن شاء الله تعالى مارتي دين مارتي قال عسي قال إننا هجلا دين تجلا مارتي إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم إن تاسين بحيان سجوين جزاكم الله خير الله يرفع هذا إن شاء الله بارك الله بارك الله في الشيخ ودردارا ذهب أرنتي جزاه الله خيرا رنتي معلمين تنا أنا جانا أرضي دقي معلمين تبوا كم إذا ضلوا تعلمي جانا وكم إذا هذا كانوا ويخو سيا خير الله السيو كلي وحنو قادنا إن شاء الله دير الجلين إن بارك نجلا جفيو جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الكريم يعني هذا إن شاء الله تعالى نحن كسر لويني فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الضير مؤسس مركز دار العلوم فليتفضل الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه طيبين وطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي فرح ينوتا هاي مانتا أنا وكالي نانكا قيب قندو كلان كان قروح دا بادان اللي ود بالدوا ايو كتاب كالي اللي ود تعذيمينا ايو شعيرا من شعائر الإسلام كميدة من أكبر الشعائر كميدة إن لو إينا اي كميدة هاي تقوى القلوب إلهي بان وافجيه ومهدى إسكالي سبحانه وتعالى
وحلينا هاي معلمكي مقرقها الشيخ عيدروس حفظه الله يا أرددسي أبرارتها كقاضي قراءة داس تقريبا لبقي قراءة هذا الشيء أيضا وحلينا هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الله إلهي أنا وفجيو حنبل يويان إنجازك يا مهمة سمالي وحي ترهيب الوو مغنى محوكم مغنى لما دهي محوك أنا رك الله محو لي يمد يا لي رهدا مهمة وحوية قبل قبله محاد كو قبل قبيسين مسيرة دي هي مشروعي محوكو دا ماضيوي هذا هو المهم حاجر تحديث أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوريسي الإمام أحمد في مسنده وقصه صار الباني ما أوسحي عليه هي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلا يحج علي أحد كينك عمل سميه إنه إتقاني وصغه ترضى بلن وحكفي عن تيضى كوبا عير إنه حلا إتقاني ومهمته وقفك ونقض قف انت اوغاري سغي انت اوغاري قف سغي انو نقضى الربا هل قراءة او سغتي او لغو امادو او تخصص كيد لغو امادو او مدى قار سيسا سحا ايا كفي عن انا نقضى مررتو لا ادري انا اسكاد حمر مرتو او ادبرو بهيسو او شاي والبابا وحونا اتكير فانسانتا الا كان هذا سوي كريم اتقان كفي عن رحمة وقترنتي إن أردوا أي دذالين بشي رمضان إيدتكو أي إسكام هو لك لكم مشغول صناعين مركز كان وحوها هبين كي يمارنتي بدروس ويسعتي آدي آد بيو دذالين أردوا هبين كي معلنك وذن وافردي إنتاس نمو البر وكبح كارو كبح هاي يصير رمضان كالهو قبق بيو ماشي مركا على ما يستي شيخنا وعودة برات كاذي أرددنا وعودة برات كاذين مركورتا رنتاسي وحالوكو قاري إنجاز من ضلب العلا سهر الليالي ننكي ميل سرقينو قاري الربو هبينكي وراغا قسو جيهدو تيش عبد الكريم دو شيخ ايو تليفون كمي ايه ونو قد ديقا ايه قسو جيهدو خيرك إن عشاء ملكي لاتو كذا لصاحة سنوضو طاي هورتينا عن لصاحة من عشاء جماعة كاغتين لكن حالا سو ريبا قفكي طالب العلم يا وعلم كسو جيداي اسقو حالو قال يا انو كسو جيدا علمي سو الى علمها يا صلاه الصبح انا فرض كهيت جماعه هذا اللي يري قفكي كنتو كذا وحلميد هي قف هبين كو دم صلاه وتاغران تعالوا الى الهاليا انا سو كسو جيدوس فرض كلا كتك تصحما دد قار رباتا سايسات ترى واحد كسو جيدي تاجد كسو جيدي حالو سو جيدا سمعه صلاه الصبح انا بلغا ساحم توافة ومرض والعياذ بالله لكن مفك العلم كسو جيرو الراعده كتب تيسا ربا كتاب هبين تو بالله كو دمهين هبين كاس سووده كو دمهين واحد لي دغن ومسخدو اي دغنتاي وشنقدو اي دغنتاي وقفك واخ بدن وحفظين كرو واخ بدن ومضالعين كرو وي مركا الله ينا بركيه وحي اد براتين كفرات كادا هورين او سوقدا قراءات كود مقريسين إلى تدبا قراء إلى تبنكة هي القرسي تبنكة هرت ما مشاهد بس ده حكري مع الله ده القراءات السبعة المتواترة وثلاثة مشهورة أيون كل مشهور بين غدين وكوكا هرس على مرك إن هرس على الله جزاكم الله خيرا ده يشان روس روس يريدين كنا أنا نبغى إن شاء الله تعالى كسوحيل اللي قدر يرمي هذا إيه نشاطك وسكت الماضي لكن إن شاء الله تعالى من المهدي إلى اللحدي ويان من المحبرة إلى المقبرة سيد أحمد بن حنبل رحمه الله أنا أقول وأنا درس عنينا إنك ما هرينا بإذن الله تعالى أنه ضارب العلم الشرف وحن أوفر أنه أرضائنا دمنا حتى هذا ما يشعر بينا أنا قارن أنه أرضي وضارب العلم قرن قينا إنه قد قال له تاسع شرفنا وتاسع إن شاء الله تعالى إله يكبر ينا إذن قرن حنا لنا هاي علمي لابرتين الله ينفعه محمد هو أنفع أنفع حتى فالعلم بالعمل علم مرور بالحوض واقع إنه عمل فلو إنه عمل فلو ما
ماشي لو كلا بحيتها ومدرس الحديث زيها الشيخ واخرنا هي أول من تسعر نار جهنم ويان قفك عمل كوان فروه دينت وعالم بعلمه لم يعمر معذب قبل عباد وثاني وثن وكيلها ساحب الزبدة مركا أنا جم مقطع وحن برنا ينو إن جا سلوك جينا أنا جم مقطع صدق يرم إلى أن كلام عامل فلو صدق الله لك خير لهم وي إن إلهي أور الشيء على ربا وحن سمينا أنا كل قن كل عمل فله ومجتمع أون مسامين وسياسات كصعود أين مسامين وأمواشا يدقالها صعود لصوف كي أين مسامين خير كذي وناجا الوضع دون كذا الوضع لكن كفر أتكو أخلاق الدين اللي هي دحين بارسنت كفر أتكو القرآن بنا عمره وبرسين تقصي بنا بق يا كل حد لي القرآن نوانا ما سعون كرتوا وسعون أي مال تدك ما محي مع أيام ما مركز دم الدين تي وحيسوك الرسالة اللي يعني هي من إسكوميل بنت عجنة هاي سأسر ودي مركا ووصية عامة ويان إذا كوا هوا تدك خيرة ولا راتين تدك خيرة لها الود يناي لكن أنت لو حاجات هاي دردار النفط هيدا أنكون بالله بايو عند ذالو عمل فلكة شريعة هذا بقنك سونك أن إيرانمو فرائش شرع أن حوجينو إيران تيدا أن حوجينو سلوك جينا أن دور التزام كالشرعي أن دور التزام وهذا هو هو ملتزم هو هو الشيخ هو وداد ملتزم وكريين وكريين هو با شيخ نعنكرة إنك استا كتاب بارنكرة إنك استا قراءة خسنكرة لكن هل هو ملتزم يا حمكا استاجا يا حمانتا وناجا مفرطوية الأمر بالمعروف ونهي عن منكر يا قولي أجوك تحافظ أجوك تقاري أسارنتها تكتك أسارنتها بيقبيقي أسارنتها دعوني ما لسعتها يا مسوحاتها يقول ولا يسكك وفي يدوين يا سكتها صح ما مركا عند ذلك إن شاء الله تعالى مركز دار العلوم ونسود وين يا إن شاء الله تعالى ويا مركز كيمي مروا بويني فريا هبير يا مارين الحمد لله ربا قرآن قوة وقو دروس تقوة وقو سي إلا فيها يسي مارتي منظم بقى انت بقى يكس عظام مراجستينا كلا يا قراء يا دعاء دان آدي آدبان أجاقا نؤسو دولينا رونت إلهي بان كم هذين أن يرادان قراء يا نوسو كردي مراجستا فرتي دادك النحبرة يا آدي آدبان رونت قلبك أنا أغفر حامرك على أن إلهينا نوبرك يا لينا كان هان شيء خاشي عاي دروس ندكو وبن بو مركز كان جوغي آدنا ومارتي وددال بدن بو قبحيي وانكا أفلحني وانكا ليباني في حله وارتحاله وحان لينا هاي عناية الله وحفظه الله صعته ملك استوى تقبل هدو جوي هدو مقيه هيبة أنا بندو علينا إن شاء الله تعالى ما أنت رأوا خوي هدو بس صدوا ولا سوى مقام بوك يو أنا في عكرة الله محلي هذا الله فري تلفون هذا أركيس خير كيس كبر بدنا يجونا إن شاء الله دروستي ويس عندهن تا يدو مارة تسيارة بدنا شيخنا مارة اتصال يحرير بدن بمر وبابا لا لا أنا هاي أردني سنو حالنا شيخها كهرنا نجي راعي كرا شيخها الراعو ninki khad kasoo jiidan karo oo habeenki xiriir la yeelan karo maalintii la yeesho waxa cilmi ay ilaahay u sii waanin dhalinyaro ah ka reebo shaasa allah jazakumullahu khayran raga kale ee culimada ee ay wara kasoo qayb galay ee soo ajibay daacwadana ay wana waxaan waqtigooda qaali gaha afaabakumullah wa ajarakumullah wa ahsana allah ilaykum wa baraka allah fiikum jami'an rijalan wa nisaan sigaran wa kibara وفقكم الله جميعا وأحسن الله إليكم حمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه نحمده بجميع محابده المؤدية لحقه الموجبة لمزيده المرضية عنده الشافعة لأمثالها ونسأله أن يصلي ويسلم بأفضل صلوات كلها وأكملها وأجملها على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين ورضي الله عن ساداتنا الخلفاء والأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وعن أزواجها الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم والمسلمين أجمعين بادئ ببدء أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات فنرحب ونهنئ كل من حضر وشارك بهذه الجلسة المباركة التي نعظم ونكبر فيها شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب حقيقة كل جود وكل إيجاز يذكر ويكتب فيها رجال عند التاريخ كما قال الشاعر سجل لسانك بالتاريخ يا قلم فها هنا تخرج الأجيال والأمم
لذلك نكتب ونقر أمامكم فضل هذا الجبل العظيم، فإنه بدر ونجم عظيم. فنشكر بعد الله سبحانه وتعالى فضيلة الوالد الدكتور عبد الرحمن وريرة المعروف عند الناس بخاري. والعادة أن كل شيخ مجيز يجيز طالبه لابد من جمع حاضر من تلك القاعة كما أشار الناظم، ومن كمال بذلك الإسناد أن تشهد الرجال والأشهاد وتذكر الزمان والمكان لتأمن التدليس حيث كان والاهتمام برجال السند فعل الكريم الناصح المسدد. قد جاءني الإخوة القارئ محمد آدم يرو والقارئ علي نور إيل والقارئ بشار إسحاق روبو والقارئ علي محمد مصطفى والقارئ إدريس مختار فارح والقارئ عبد الرحمن زياد لوبو والقارئ إدريس أبال السكار والقارئ محمود يعقوب إبراهيم والقارئ يوسف حسن برة والقارئ عبد الخالق عبد الرحمن وربير والقارئ عبد الرحمن عبد الكريم علي والقارئ ولي علي محمد والقارئ عبدي قرد دقنة والقارئ آدم شيخ محمد والقارئ محمد محمود قولين والقاري حمزة عبد الرحمن والريرة والقاري خالد عبد الرحمن والريرة والقاري عبد القادر محمد مصطفى والقاري حسين دقان ديرو والقاري حذيفة عبد الرحمن والريرة والقاري سليمان عثمان حسين والقاري محمود إبراهيم حسن والقاري محمد مختار محمد والقاري داود محمد عبدي والقاري إبراهيم بلا عبد الله والقاري سكرية حسن. قرأوا علي ختمة كاملة مجودة مرتلة برواية حفص عن عاصم ورواية قالون عن نافع، فطلبوا مني الإجازة فأجزتهم أن يقرأوا ولا يقرئوا عليهم إلا أن يحفظوا متن الشاطبية كاملا في جلسة واحدة. وإذا تكلمنا في لغتنا المحلية الصومالية إلهي سبحانه وتعالى أين أمها النقينا أنت كذب وحن أمها النقينا ددك كسوق يبقى حفلة داس وحن مرخاتك النهني إلهي كتابك سبحانه وتعالى ومانت لخاتمة وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. أرضي داس وحن أرتينا كقرية إن يقود الأخريين من سورة الفاتحة إلى سورة برب الناس ختمة كاملة كل قود ونو إجازيي إلا إني شاطبقا أي كبحان وهل جلسة ويقبحان أيا لو قصيدوا الأخرية كريا مركوحان كعود سنية أما نداس علمقا سداء ننون علوم ديدي ولصو كولاني إني يقون أسي نشريان وحن قدر سنية إنه وحين معروفكو وحين أمددكو وحين معروفكو يهين فنون تكالي الدينتا وآددكو أيوبرتان سداء حديثك فقيقا لكن صحوذا قرآنقا هذا أي نقول عصبتهاي مرك وحياه الشيخ بشير وكذا واتشي كم ذهب إن هدي هدي بعديها اللي توقفك والرواية كلا آخريو إن وياش قصة عريان بضبع وايد علي وحن معروف إسمارد كوه هاي الرواية الدوري قالوا يقانو وحلك هاي السودان اللي قصوا قشي مرك وحال الحصة مقالة بربر اللي يقانو أيها كتبتي يجوه الرية رواية حفص عن عاصم أيها اللي قصوا دشي مرك صار وياش الدجان كنت في ريال أيه وحي أركن وحي يقانين يقول عودوا برب الناس يو كلا بلا يكرمون اليتيم أو بلا تكرمون الآخرين يو مركز سبعي لأن القرآن هو قلب وياش وحي سكوا فقط كل ذبك تبدأ إنه قبله القرآن كذا تحريف القصة ما نيا مركز إنه ولبنا عام بينه كنا هنا يو شيخ علي الصوفي رحمة الله عليه ومجال هذا مقدس فن جان كبل لابي فن جا تجويد كنا واب اللابي فن جا قراءات كنا واب اللابي وحياة بها آت كشيخ الله روح صوحة كم ذا قبائل الله الصومالية وكل دون بيوي من شري مركز فن جا تجويد كي قارن شري أحكامته وحكم ذا قبائل كقار حروف تقار يكو أذقيهين مركز مد كم ذا وحوا أخري مال ما كم ذا يهرفون الكلمة من بعد مواضع مركز الشيخ كويري أنتم الذين نزلت عليهم الآية ورأي يد بدل ملاذك أبدك ورمسة تحريفك مركز تسوحي عدين سا فن يقولوا غريب ها أي عدين سا لكن هذا ما شاء الله وددك ويبرتين ويلكي سوا كده على الشيخ عبد الرشيد وما أنت قراءات كتبي بعد الحصري نندو بمتشرو أي رواية أو أخرين أيو تسوحي عدين سا إنو فن يعني غريب كي كبحي حرجيننا إلهي إلم كيس مقالة قارسة إنو أتشوه دونو بعد قليل إن شاء الله يدو طبنك قراءة لخاتمة يو الله أخرين يو وهي فنق القرآن هو كدوين فنوتك لو كفض بني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وحيابه إلهي كو إلالان يو حاكم إذا تدكى قلبي ذو ذويان وقرآن كإلهي سبحانه وتعالى حفظا وحيابه كل نقفة إذا سنة فرصة دو حاكم إذا معلمين تكل وضقاذن يو رقو ذا مراكزة قوة وين مقالة قارسة
ومعلمين تولى ما ملويان تاسوحي عدين السا إلمه معلنك القرآن كأولي جاية إنو يعني كوالتي يتيئو سيسا ميو ومعلنك القرآن كيو يقانو أردقي رواية حفظة الله بالله بيا معلنك إن الروايات كدوان بسي برانيا وسيسي تيينيا مركتانا وفرحتك لو قولي ويان إن معلنك أردقي القرآن كأولي جاية معلن حافظة وإلهي كتابك سبحانه وتعالى يقان إن لقو آمن أيو وشرف قولي وإجازه أي ولتويان هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هذا نوحي نقيبين دون إجازات كسيدة علماء مرت الشرفته أي أرضي والبإجازري سيوق دوسيان الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا لله حكمته إن أعطى أو منع فالخير فيه وكل الخير ما قدره ولو رأيت ما اختار ربك وخافه لاخترته يا أخي فأمعن النظرة وإن ضاقت الدنيا وضقت بها ذرعة اصبر فأيوب كم قد عاش مصطبرة وارفع يديك إلى مولاك كيما ترى نور الإجابة بعد الضيق منتشرة نور الإجابة بعد الضيق منتشرة الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا وبشر القلب بعد الصبر أن له من الله في أخراه الثواب والأجر فكم شدة جاءتك حتى ظننتها ستبقى مقيمة عليك مدى الدهر فإذا بلطف الله يهمي برحمة وينعش قلبك المكلوم بالجبرة فقس على ما مضى ولا تأس أبدا وأحسن الظن في مولاك واعتبره فرب قافلة إليك قد رحلت تفيض بشرا فكل البشر منتظرة أوصيك حوق الوصل على محمد ففيها انفراج للهموم قد ذكره ففيها انفراج للهموم قد ذكره الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا لله حكمته إن أعطى أو منع فالخير فيه وكل الخير ما قدره ولو رأيت ما اختار ربك وخافه لاخترته يا أخي فأمعن النظرة وإن ضاقت الدنيا وضقت بها ذرعة اصبر فأيوب كم قد عاش مصطبرة وارفع يديك إلى مولاك كيما ترى نور الإجابة بعد الضيق منتشرة نور الإجابة بعد الضيق منتشرة الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدارة والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفارا
يبشر القلب بعد الصبر أن له من الله في أخراه الثواب والأجر. فكم شدة جاءتك حتى ظننتها ستبقى مقيمة عليك مدى الدهر. فإذا بلطف الله يهمي برحمة وينعش قلبك المكلوم بالجبر. فقس على ما مضى ولا تأس أبدا وأحسن الظن في مولاك واعتبره. فرب قافلة إليك قد رحلت تفيض بشرا فكل البشر منتظرة. أوصيك حوق الوصل على محمد ففيها انفراج للهموم قد ذكر. ففيها انفراج للهموم قد ذكر. الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدر. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفرا. الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدر. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفرا. لله حكمته إن أعطى أو منع فالخير فيه وكل الخير ما قدر. ولو رأيت ما اختار ربك وخاف لاخترته يا أخي فأمعن النظر. وإن ضاقت الدنيا وضقت بها ذرعا اصبر فأيوب كم قد عاش مصطبرا. وارفع يديك إلى مولاك كيما ترى نور الإجابة بعد الضيق منتشرة. نور الإجابة بعد الضيق منتشرة. الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدر. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفرا. وبشر القلب بعد الصبر أن له من الله في أخراه الثواب والأجر. فكم شدة جاءتك حتى ظننتها ستبقى مقيمة عليك مدى الدهر. فإذا بلطف الله يهمي برحمة وينعش قلبك المكلوم بالجبر. فقس على ما مضى ولا تأس أبدا وأحسن الظن في مولاك واعتبره. فرب قافلة إليك قد رحلت تفيض بشرا فكل البشر منتظرة. أوصيك حوق الوصل على محمد ففيها انفراج للهموم قد ذكر. ففيها انفراج للهموم قد ذكر. الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدر. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفرا. الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدر. والحمد لله ما جن المساء وما تجلى الصباح بالضياء وأسفرا. لله حكمته إن أعطى أو منع فالخير فيه وكل الخير ما قدر. ولو رأيت ما اختار ربك وخاف لاخترته يا أخي فأمعن النظر.
وإن ضاقت الدنيا وضقت بها ذرعا اصبر فأيوب كم قد عاش مصطبرا وارفع يديك إلى مولاك كيما ترى نور الإجابة بعد الضيق منتشرة نور الإجابة بعد الضيق منتشرة الحمد لله إن حل السرور بنا وإن مر بالفؤاد حزن أو كدرة والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.